سنقول بعض من ألقاب الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس، فكل واحد مننا يقول على قد ما يتذكر من ألقاب. ابن الله الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب، رئيس السلام، رئيس الحياة، سيد الأسياد، نور العالم، الألف والياء، البداية والنهاية، أصل وذرية داود، الراعي الصالح، الطريق والحق والحياة، الأسد الخارج من سبط يهودا، الباب، القيامة والحياة، الكرمة الحقيقية، الطريق، المسيح هو البداية والنهاية، مشيرا عجيبا أبا أبديا رئيس السلام، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، المسيح المخلص الرب، نور العالم، إلهنا الذي ليس بأحد غيره الخلاص. آمين آمين. He is full of grace. He is also the full of grace. مملوء النعمة وحقا. نعم. إله كل نعمة. آمين. أوكي. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، ادخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد.